محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة الحكومية الكبرى في الإمارة للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات 41 مليار درهم. العمل تبدأ تطبيق مهلة تسوية غرامات بطاقات العمل اعتبارا من يوم غد الأحد بواقع 1000 درهم. دراسة حديثة في الشارقة تحذر من تأثير المخدرات الرقمية الموسيقية على فئتي الشباب والمراهقين. من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام نقدم لكم أخبار الدار بدأناها بأبرز العناوين وأهمها فإلى نشرة بالتفصيل. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم لإمارة دبي قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم بدون عجز. وجاءت الموازنة للعام 2015 ترجمة لتوجيهات سموه بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة ترفض عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط موازٍ لها بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على تبوؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية. وما أسهم خلال العام الماضي في حصول دولة الإمارات عموما على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي. تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم واجب العزاء من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خالد بن حميد بن حمد القاسمي في مجلس العزاء برأس الخيمة. وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة عن صادق عزائه ومواساته لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة وأنجاله وذوي الفقيد سائلا المولى العلي القدير أن يتقمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. كما تقبل التعازي إلى جانب صاحب سمو حاكم رأس الخيمة الشيخ حمد بن محمد القاسمي الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس المنطقة الحرة وشيوخ القواسم من المسؤولين وعيان ووجهاء البلاد والمواطنين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء داعين المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. أعلن موقع هوتيل أندريس الإخباري عن اختيار فريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شخصية العام 2014 في قطاعي السياحة والثقافة. وجاء هذا الاختيار لسموه كأقوى شخصية عربية في دعم قطاعي السياحة والثقافة تثمينا لدوره في النهوض بالمشروعات السياحية والثقافية الكبرى في إمارة أبو ظبي. وقال الموقع أن من بين المشروعات الاستراتيجية التي تم تنفيذها بدعم من سمو ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي تطوير جزيرتي ياسو والسعديات والتي تضمن رفاهية المواطنين والمقيمين والزوار وتوافق تطلعاتهم. وأوضح الموقع الإخباري المتخصص في السياحة أن قيمة الإنفاق على هذه المشروعات في أبو ظبي تقدر بحوالي 340 مليار درهم. تبدأ وزارة العمل اعتبارا من يوم غد الأحد تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن منح أصحاب العمل مهلة لتسوية الغرامات المترتبة على تصاريح العمل الإلكترونية بطاقات العمل المخالفة عن المدد السابقة لتاريخ 31 ديسمبر من العام 2014 وذلك من خلال سداد 1000 درهم كحد أقصى عن كل بطاقة قبل نهاية شهر يونيو المقبل. كما تبدأ الوزارة تطبيق الغرامات الإدارية
التجارية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، وهي غرامة 500 درهم على كل صاحب عمل لا يلتزم بتحرير عقد العمل وموافاة الوزارة بها خلال 60 يوماً من تاريخ دخول العمل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه، إلى جانب غرامة إدارية مقدارها 500 درهم عن كل بطاقة عمل لم يتم تجديدها، وتطبق الغرامتان المشار إليهما اعتباراً من 5 مارس المقبل. بحث سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة مع يوسف جولجاسي مدير تطوير الأعمال في شركة تيلو فورمر من ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية المتخصصة في مجال حلول الطاقة الذكية، بحث إعداد برنامج محدد للتطوير ومراقبة الشبكات ورؤية شاملة لاستدامة الأصول والمرافق الخاصة بالهيئة والحفاظ عليها وتعزيز مجالات توزيع الطاقة، وبحث الدراسات الخاصة باستخدام الطاقة المتجددة. حذرت دراسة أجراها المقدم الدكتور سرحان حسن المعيني مدير إدارة كلية الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة من خطورة المخدرات الرقمية الموسيقية على المجتمع الإماراتي، حيث تؤدي إلى إدمان الشباب. المزيد من التفاصيل حول المخدرات الرقمية في تقريرنا التالي. ربما يكون للاستماع إلى النغمات الموسيقية الهادئة تأثير إيجابي لتهدئة النفوس، ولكن ربما تكون بعض الذبذبات الصوتية المستهدفة لجيل الشباب ذات تأثير سلبي على الدماغ، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ما تعرف بتجارة المخدرات الرقمية التي يتم تعاطيها عن طريق ذبذبات تنساب من الأذنين على شكل نغمات تدخل المتعاطي إلى عوالم أخرى. نوع جديد من المخدرات الرقمية اللي هي تعتمد على الموسيقى وتأثيرها على الدماغ. فأنا تابعت الموضوع شوي لأني بشكل عام عندنا أطفال يعني ويهمنا هالمواضيع. فهي عبارة عن موسيقى بتجي أبليكيشن بينزل على الموبايل فري مبدئيا، بيعطوك بداية بعض النغمات اللي هي بتبدأ بتأثر على الدماغ شوي شوي. الملاحظ يعني المتوفر في السوق انه متوفره بين ايدي الناس وعم تتداول بين ايدي الاطفال والكبار مو بس للصغار. وتاثيرها طبعا يعني حيغيب العقل، حيكون تاثيرها مثل المخدرات العاديه طبعا اكيد. المخدرات الرقمية هي ملفات صوتية في الغالب تترافق مع ألوان بصرية وأشكال تتغير وفق معدل مدروس تمت هندستها لخداع الدماغ عن طريق بث أمواج صوتية مختلفة التردد لكل أذن تحاكي إحساس أنواع المخدرات والمشاعر التي تود الوصول إليها. تأثير بأسرع الأطفال والكبار بنفس النتيجة، لأن هي عبارة عن ذبذبات خاصة في موسيقى بتجي هاي كواليتي بنقاء شديد على الموبايل. السماعات الليفت والرايت بتحطها بشكل صحيح بتعطيك تأثير للدماغ. يفضل إنه الجهات المختصة تتابع الموضوع عن طريق النت وتوقيفه يعني من عن طريق جوجل، عن طريق الفيسبوك، الواتساب. ما لازم يعني تنتشر، هي توعية متكاملة بهالموضوع. تتعدد المواقع التي تقدم المخدرات الرقمية ويتم تحميلها على تطبيقات الهواتف الذكية، ويتم تسويقها على شبكات الإنترنت على أنها آمنة، ولكن الحقيقة هي باب لنوع جديد من أنواع الإدمان. خطورة المخدرات الرقمية قد تعادل خطورة المخدرات التقليدية من حيث تأثيرها على الدماغ والحالة النفسية للمتعاطي. لأخبار دار، محمد الجنيدي، إمارة الشارقة. وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر الهاتف المقدم الدكتور سرحان حسن المعيني مدير إدارة كلية الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة. أهلا بك دكتور. الخير. مساء النور دكتور. بداية حدثنا عن الأسباب التي دفعتك لإعداد هذه الدراسة حول المخدرات الرقمية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الدراسة هاي أنا أديتها في 2011، وكان من أسباب اللي أنا أديتها الدراسة، تعرفين رجل الأمن دائما يفكر في العملية الوقائية قبل العملية الإجرائية.
من خلال عملي في هذا المجال، وكنت أعمل في السابق في إدارة قطاع المخدرات في وزارة الداخلية بقيادة العام الشرف شارفة، والموضوع جدا يعني دخيل علينا وعلى المجتمع العربي خاصة. بالتالي حبينا نعمل هالدراسة نكون عملية وقائية أكثر من هي عملية جرائية، وخاصة أن دول في إمارات معروفة أن هي متطورة علميا ومتطورة تكنولوجيا، وبدينا نعمل تطبيقات ذكية، وأظن ما يخلى بيت في دولة إمارات وخاصة إمارة الشارقة من الإنترنت والإجراءات اللي تتبع من الإنترنت سواء كانت إجراءات سلبية أو إيجابية. نحن أختي إذا تسمحين لنا باختصار شديد، المخدرات الرقمية قبل حد الآن ما في تشريع يجرم هذه القضية، ولكن نحن كنا أن هذه المخدرات يمكن في السابق في 1970 كان يستخدمونها لبعض المرضى النفسيين لا سيما في عملية الاكتئاب الخفيف والقلق، وكان عبارة عن أجهزة يعني يستخدمون لهذا العلاج الدوائي، وكان تحت إشراف أطباء متخصصين في هذا المجال، لأنه الذبذبات اللي تطرحها الأجهزة هذه الكهرومغناطيسية تؤدي إلى في الغالب فرز بعض المواد كالدوبامين أو بيتا واندروفين، وبالتالي بدأوا الشركات المتخصصة يروجون على هذا المجال حتى أن الإنسان السوي هو اللي يستخدم هذا المجال، وبالتالي يكون هناك خلل في الدماغ. نعم، إذا الدكتور حدثنا أن كانوا يستخدمونه للمرضى النفسيين أو مرضى معينين، فما تأثيراتها السلبية للأشخاص الطبيعيين من جيل الشباب بالأخص؟ طبعا بطبيعة الحال المرضى كانوا يتعالجون على أساس أن هناك بعض الاكتئاب الموجود فيها، فبالتالي كانوا يستخدم هذه الموسيقى لعلاج هذا الدماغ أو لعلاج هذه الإفرازات الموجودة. فالإنسان الطبيعي عنده هالإفرازات الموجودة، فمتى ما كانت الإفرازات زيادة عن شيء المعقول تتحول إلى إفرازات تؤثر على الدماغ، وبالتالي تحاكي بعض المؤثرات الموجودة كالمخدرات التقليدية. طبعا هذه الموجات الكهرومغناطيسية بأي حال من الأحوال لها تأثير، ولكن هناك دراسات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، ونحن بطبيعة الحال من خلال دراسة يمكن تراف في الآونة الأخيرة هناك في كذا حالة في لبنان، وفي حالة في المملكة العربية السعودية. نعم. هناك أكثر من 100 حالة موجودة في تركيا، وفي حالات كثيرة في أوروبا، أكثر من 1000 حالة موجودة في أمريكا. لكن نحن يعني بحكم أن نحن رجال أمن ومتخصصين في المجال يعني نطالب أن على الأقل يعني أسوة هي أصلا إذا كانت موجودة ما راح تنفعنا بأي شيء، فبالتالي ممكن تكون يعني هيئة الاتصالات نطالب أن بحيث أن تحجب هذه المواقع، أكون المواقع أصلا غير أهمية للشاب أو للمتلقي لهذا الموضوع. نعم دكتور. المقدم الدكتور سرحان حسن المعيني، مدير إدارة كلية الضباط بأكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة، شكرا لك على هذه الإفادة. أخبار الدار ما تزال متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعونا بعد الفصل الذي يتخلله أذان العشاء. انتشار محل بيع شاي الكرك في مناطق مختلفة بالشارقة وتزايد إقبال المستهلكين عليه. عودة جديدة نواصل فيها تقديم ما تبقى من أخبارنا، فمرحبا بكم. لماذا أصبح شاي الكرك من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين؟ محمد الهنيامي يرصد الإجابة في التقرير التالي، فإلى التفاصيل. على هذا الطريق ولمسافة نصف كيلومتر هناك أكثر من 6 محال متخصصة لتقديم الكرك، وعلى هذا المنوال تنتشر محال الكرك التي أصبحت مقصدا لمختلف فئات المجتمع لشرب كأس من الكرك. يبا تعودت على شاي كرك؟ والله شو أقول لك، أنا والعالم الناس كلها هابة على شاي كرك. الكرك ما عاد فيها مجال رقم واحد المشروبات، خلاص صارت عادات وتقاليد. نخلص دوام من الجامعة نجي نشرب كرك لازم. شيء أساسي الكرك، مشروب الصباحي المفضل. صار مثل إدمان، يعني شارات البترول من السيارة هنشربها عشان يعني يعبينا باور. يوميا أمر إليهم الصبح، تعرف لازم يشربون كرك من الصبح والليل والعصر. يوميا لازم بعد الغداء واحد وفي العصرية واحد. لم تقتصر الكلمات على السرد، بل البعض نظم أبياتا في الكرك ليعبر عن قوة العلاقة بينه والشاي.
إلى التكريك يا خلي إليه، فقلبي الآن منجذب إليه، وهل من شادن إلا ويحن إلى التكريك أو يصبو إليه. فبالتالي الشاي سبحان الله يعني أثر عجيب، الكرك عموما يعني. إلى جانب الكرك ظهرت أنواع عديدة للشاي، لعل هذا العامل يختصر الحديث عنها. شاي كرك فيه كرك زنجبيل، كرك زعتر، نسكوفي، زفران، حليب زنجبيل، هورليكس، كابتشينو، حبة الأمرة، شاي زفران، شاي أحمر، جرين تي، شاي أخضر، يا ينسون، كركدي. أما السندويشات فهي قصة أخرى، منها العادي ومنها الجديد الممزوج بخلطات عجيبة. نخبص يعني تشيبس عمان سهل، تقول سهل يعني، في بعضهم يعني يسوي لك يعني كيف بيض مع لحم مع بطاط مع مدري شو، يخبصها صح يعني. اللي هو البراتا ميكس، بيض وجبن وتشيبس عمان ودقوس، أحلى شيء. أكثر شيء براتا، حتى لو يسوي براتا نوتيلا شيء حلو، أنا أحب الحلو. بالرغم من هذا الحب العميق بين الناس وهذه المحال، إلا أن هناك مشكلة تؤرق الكثيرين، وهي متمثلة بالازدحام التي تشكلها السيارات بسبب هذه المحال. يعني زحمة غير طبيعية، زحمة في المكان هذا، مزحوم حق الكرك. مع الإقبال الكبير على هذه المحال في خط مواز تنتشر وتزداد بأعداد كبيرة، فكلما زاد الطلب زاد انتشار الكرك، حيث أصبحت محال الكرك ملتقا يجمع الكثيرين. شاي الكرك المشروب الأكثر رواجا وشهرة بين الشباب، والصورة خير دليل على ذلك، ففي كل صباح ومساء هذه المطاعم التي تقدم الكرك المطلب الرئيسي لهؤلاء الشباب. ليخبر دار محمد الهنيامي. سوق الغوير الذي يعد من أقدم الأسواق في إمارة الشارقة ليس مجرد مكان تبضع لجذب المتسوقين من جميع الأنحاء فحسب، إنما ذاكرة وانعكاس لتاريخ الإمارة. المزيد في سياق تقرير مراسلتنا هويدا الشرقي. سوق الغوير، هذا السوق الذي يختبئ بين شارعين مشهورين في إمارة الشارقة هما شارعا الزهراء والرولا، يعد هذا السوق من أقدم أسواق الإمارة الجاذبة للمتسوقين ليس فقط من جميع أنحاء الإمارات بل ومن خارجها أيضا. أول حاجة يجي السوق دائما يعني باستمرار تسوق يعني، وبضاعته مناسبة وأسعاره جيدة، شفت كيف؟ ويعني من أقدم الأسواق يعتبر. فيه متطلبات، كل زول داير يجي هنا يتسوق، فالحمد لله جيت كمان لقيت يعني السوق كل المتطلبات موجودة، التعامل راغي، الأسعار مناسبة. تلك المحلات المتراصة جنبا إلى جنب بمساحة لا تتجاوز 3 أمتار تغص بالبضائع فتفيض وتملأ ممرات هذا السوق الذي يجد إقبالا واضحا، حيث بدأ ينافس المحلات الكبرى ذات الواجهات العالية والتصاميم المنسقة، فما يزال هذا السوق يحتفظ بمكانته وتفرده. السوق هنا بالسوق من بدري يعني، أنا يمكن من 15 سنة بالسوق في سوق الغوير هنا، فالشيء اللي بيجيبنا انه الاسعار مناسبه والمعامله بتاعت الناس ذاته عرفوا اشكالنا وبيعاملونا علينا زباين قديمين جدا. بضاعه دائما بتلبي طلباتنا واسعارها مريحه يعني، ممكن الواحد متناول انه يتناول حاجته العايزه. يضم السوق مختلف محال الملابس واقمشه الستائر ولعب الاطفال والاحذيه المتنوعه ذات النوعيه الجيده والمتوسطه الجوده التي تمتاز بأسعارها المنخفضة مقارنة بالأسواق والمحال الأخرى. الأسواق القديمة ذاكرة المدن وحافظة تاريخها وذكرياتها ومحط اهتمام كل سائح وزائر لما تحمله من نكهة مميزة. بين الشارع الزهراء وميدان الرولا يختبئ هذا السوق، سوق الغوير الذي كان وما زال وجهة الكثيرين للتسوق. لأخبار الدار هويدا الشرقي من سوق الغوير. ختام أخبار الدار، شكرا لطيب المتابعة، والمزيد يأتيكم في أخبار الدار التي تبث في تمام الساعة 12 منتصف الليلة، وإليكم التذكير بأبرز العناوين. محمد بن راشد يعتمد قانون الموازنة الحكومية الكبرى في الإمارة للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات 41 مليار درهم.
العمل تبدأ تطبيق مهلة تسوية غرامة بطاقات العمل اعتبارا من يوم غد الأحد بواقع 1000 درهم. دراسة حديثة في الشارقة تحذر من تأثير المخدرات الرقمية الموسيقية على فئتي الشباب والمراهقين.